2 نيسان هو اليوم العالمي للتوحد. التوحد بيصيب الأولاد قبل عمر 3 سنين وبأثر على تطورهم وتعلمهم. نحن جمعية الأهل لدعم التوحد AAA هدفنا بالإضافة لنشر التوعية ودعم الأهالي هو تأمين التربية المختصة للأشخاص ذوي التوحد من قبل فريق متكامل مختص لتنمية وتعزيز قدراتهم من أجل تأمين مستقبل أفضل لهم ودمجهم بالمجتمع. لكن هالشي مكلف كتير وخاصة بهالظروف الصعبة والضائقة الاقتصادية اللي عم يمرق فيها لبنان، صعوبة الأهل تأمين حاجات أولادهم وعنا كتير waiting list. نحنا هون عم نطلق صرختنا لإلكن اليوم لحتى تكونوا حدنا وحد أولادنا تنكمل مسيرتنا سوا إيد بإيد.